فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن غضب الله أشد من اللعن، يقول فما المراد بذلك؟ المراد واضح، غضب الله أشد من اللعن، ولذلك صدر في حق الملاعنة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أن غضب الله قراءة هو أشد. نعم. فضيلة الشيخ، التهمة في حقها أكثر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.